سباتة مع عنوان بالضبط سباتة 81 جميل 4 منطقة سباتة جميل 4 زنقة 81 دار 51 عاودي لي العنوان اختي مزيان بمنطقة سباتة جميل 4 زنقة 81 دار 51 هادشي اللي واقع مشاهدينا الكرام في هذا العنوان هذا بالضبط في هذه اللحظات. سيدي معكم في صورة أم الأربعة أطفال هي والزوج ديالها اللي راهنين الدار ب 8 مليون ونص بكثر من 8 مليون. وقعوا شي مشاكل في الدار سابقا وقعوا شي مشاكل اللي خلات أن الدار تباع ب 60 مليون ياك الدار تباع بكثر من 60 مليون. السيد اللي شراها شراها بالناس اللي فيها يعني أنت أخويا لك شي كتشوف هذا المباشر ملي خديتي الدار راه خديتيها بهاد الناس ساكنين فيها ما تجيش بالليل ونهار انك غادي تخرجهم على ابواب عيد الاضحى وليدات مثلا صغار الكبير في وليداتها عنده 12 عام ما يمكنش شويه الانسانيه شويه الرحمه كيف ما كنقولوا تخدم غير شويه الانسانيه فيك ملي غتكون انت وليدات صغار عندك مشكل مع الاب ولا عندك شي مشكل مع اكس بينك وبينه ما ديرش وليدات ولا الام طريق عارف غيشوف هذا المباشر حنا دابا في سلميا ونتي توجد نداء للسلطات انهم يدخلوا وبشكل عاجل على انه يكون خير. منطقة سباتة جميلة اجا اخويا منطقة سباتة جميلة 4 الزنقة 81 دار 51 يعني كنتمناو يكون تدخل عاجل من طرف السلطات المحلية وما درتوش الشكاية ديالكم يعني درتو الشكاية من الاول ملي كان عندكم مشكل مع مالين الدار دابا باش نحطكم في صوره السيده كطالب فلوسها هي ماشي ضد على انها تخرج ما عنديش مشكل يخرج فلوسها وتخرج ما عندهاش مشكل نهائي عاودي لي لاله شنو وقع شنو اللي غادي شو وقع لك مع هاد السيده هاد السيد اللي شرا الدار ماشي هو اللي عندي معاه هو المشكل انا قبل رهنس عاد هاد الناس الاولين واش نقدر نقول السميه ديالهم لا صافي هاد الناس الاولين اللي رهنت عندهم ب 8 ونص ياك كينصبوا هما على الناس بزاف قوه ما قووا على هاد الدار يعني نصبوا على بزاف بجميع الطرق هي كاينه بنكا كاين ليديك على الضو كاين الناس مواطنين عاديين كاين اللي كيجي غير رهان المهم هذيك الدار محطوطه في النص يعني كل ما ينصبوا تيحطوا بالشهاده الملكيه ديالها راه كاين حتى في شهاده ملكيه داكش ملي كنت وحده من هذوك الناس اللي تنصب عليهم طلبت منهم يعطوني فلوسي ما بغاش مشيت للمخزن ياك درت الدعوه ودرت كاع الاجراءات ديالي المهم يعني كاينين شي واحد حوايج اخرين يعني وقعوا في المحكمه المهم حنا رفض القاضي عطيني الحكم رغم ان الفلوس ديالي كانت محطوطه ملي تبعت الدار في المنزل العلني فلوسي كيقول لي كاينه في الخزانه العامه سيري جيبي لنا من عند القاضي حكم وجي خذي فلوسك وعطوني واحد الاجل هذاك الاجل القاضي ما عطانيش الحكم قال لي سيري اختي خرجي من الدار وعاد اجي نعطيك الحكم انت خايفه على كتخرج ما نقدرش نخرج ما نقدرش يعني علاش تمشي لخرج ما عنديش باش نبدا عطوني غير فلوسي انا راه ما بغيتهمش هما يصدقوا عليا شي حاجه بغيتهم غير فلوسي غير 8 مليون ونص ديالي ونخرج ما باغاهاش من خويا 2018 شهر 7 في 31 ديك الساعه فين دخل 15000 ريال 15000 كل شهر كتعطيها كل شهر كنت كنعطيها حتى ملي وقفنا وقت اللي سالات الكونترا المحامي الاول اللي كديره قال لي ملي كتحبس ملي كيسالي وكتصيفط لها انت ديك برا كوموندي ما تخلصيش الكرا حيت الا خلصتي كتقبلي انك تكون الكونترا مفتوح ما بقيتش كنعطي فلوس الكرا بفلوس الكرا اللي كنت حطيت هي باش نمشي للمحكمه لا عندي كونترا لا موراها ما بغاش يعاود ما بغيتش نعاود الكونترا بغيت نخرج صيفط لهم برا كوموندي بغيت نخرج ناخذ فلوس كتقول لي فلوسك عندي وفي جيبي ولكن وريني كيفاش غديري تاخذها الحاجه اللي كانت كتاذيني وكنت انا وياها مساكنين في دار وحده كنت كنطلب ونرغب على فلوسي باش ناخذها من عندها ما بغاش بالمره يعني دوزت مع ياسين ديال العذاب وعامين هي قاطعه عليا الموضوع ومخلياني ظلمه وما خليتش ما درت غير باش نرجع الموضوع وما قدرتش حتى جا هذا السيد اللي شرا الدار في المزاد العلني ملي جا اول ما دخل قال لي جوج حوايج غنقولهم لك باش بلا ما نتصدع انا وياك راه ما تقديش عليا انا والله الا بحكه قسما بالله عموما حنا في بلاد القانون بلاد حق القانون الحمد لله حنا كنتسناو في القانون وغتاخذي حقك ان شاء الله حنا كنتسناو في القانون كنتسناو في القانون وغتاخذي حقك انا بغيت غير القانون يرحمني لوجه الله ما بغيتش ما بغيتش يمشي لحو ليا ولادي في الزنقه ما بغيتش فلوسهم يمشيو وما يعطيني حتى شي حد شي حاجه اخرى غير فلوسي الله يرحم الوالدين بغيت غير فلوسي حيت الكلمه اللي كضرني هي كانت كتقول لي المخزن في يعني المخزن انا فيه عارفه اش كندير والسيد اللي جا تيقول لي انا خدام في المخزن ما تقديش عليا راه كيما غتقديش عليا بلا ما تدخلي لا حيت لا واش هو انا ثلاث سنين وانا كنجري في المحكمه وما خديت حتى شي ورقه هو في خمضر 15 يوم جايب لي ورقه تيقول بغيت غير حكم باش ناخذ فلوسي كديك سامح هاد الورقه اللي صيفط لي فيها قال لك تخلصيني في 4 سنين ديال الكرا ما كنتش كاريه عنده كنتش كاريه عنده انا كنت راهنه عند ناس اخرين انا ما كنتش كاريه اصلا عنده عندي قال لي كذب وعندي الورقه عندي
وعندي الورقه ديال قبل ملي مشيت درت بهم داك ريكوموندي باش نرجع فلوسي، يعني هادشي كامل عندي. ما بغيتش نتلاحى انا ولادي في الزنقه، ما بغيتش الظلم ياكلني يعني في قصدي، يعني شحال حاجه كتحرقك في قلبك. شكون هذا السيد اللي كان كيسمعك دابا ولا كان كيشوف هذا السيد؟ واخا يسمعني حيت انا تكيت لي على يدي وبس وطلبت وقلت لي الله يرحم لك الوالدين غير على حيت لي يديك حاطه يديا، يعني كتقول لك ما تخلصش عندها بزاف مع 7 مليون، كتقول لك الا بغيتي نطلق المصل اللي انت ساكنه فيها خلصي لك الخطيه ديالهم هما، وانا ما عنديش باش نخلص لهم 7 مليون ديال الخطيه. فضلت غادي نجلس عامين ظلمه ياك، ملي جا شهر 8 هذا اللي فات رجع لي الموضوع الله يرحم لي الوالدين في هذه، من قال لي رجعوا على قبل دوك الوليدات وعلى قبل داك الطبيب اللي كنت كنطلب، ولكن انا تنكره راجلك على قبل النهار اللي جبت يعني جبت هذاك العون القضائي باش نشد دوك الناس حيين ما خلانيش ندخل الدار. ولكن حنا راه بالزمن ما غنخليوكش تدخل الدار حيت ما نقدروش، حيت لا دخلتي انت للدار وما بغاش يفهمها، لا خليت لك انت تدخل، راني خليت شحال من واحد دخل كي كانوا كيمشيو كنت كناكل العصا انا ودرت شي كاين وكيل الملك وعندي الورقه ديالها، وجات السيد عاصم معنا نهار واحد ومن داك عرفتي تخيل هادشي من فاش درنا هاد الشكايه ما بين 2020 مورا 2020 ياك، وباقي اليوم الى هذا السيد ما تشدات. اللي خاص يفهم هو انه ديك كون خلات انا راه ما نقدرش، راه انا اللي كناكل العصا حيت ماشي ديالي، وهي كتقول لي وخواتاتها كيقول لي ايوا فتدخلوا البوليس للدار او يدخل اي واحد للدار وطرا شي حاجه لاختي، تخيلي لا انت لا راجلك غتعيش، وانا وياهم في دار وحده، انا لتحت هما الفوق والباب ديما مسدود علينا، ما كاينش شي واحد في الجيران كيسقي لي اخبار اش كنعيش انا لداخل، واش انا غنخليك انت تدخل العون قضائي؟ ما غنخليكش تدخل حيت انا باغا نعيش انا وولادي تيخرجوا من تما، انا باغاه بغيتو ياخذ حقه وحق. قلنا الحمد لله ملي تباعت الدار هاد السيد يمكن غيحن فين، في الاول قال لي غنعطيك 4 مليون راضيه بها، قلت لي راضيه بها، قال لي والله حتى قال لي غنعطيك 4 مليون حتى لجوج سيمانات قبل من هاد الوقيته اللي صيفط لي هاد الورقه، كيقول لي غنعطيك هاد الفلوس، وخلاني قلبت على الكره وفرحت قلت صافي هذيك 4 مليون انا بارك علي، انا باش نبدا غير باش نبدا حيت ما يمكنش غنعاود نجمع ديك 8 مليون ونص، راه ما غتجمعش لي عاوتاني صافي حيت في هاد الزمان الغلا مستحيل تجمع. قلت صافي الله يرحم لك الوالدين بها غنعاودو ثاني حيت راه التطبيق راك عارف الكره، راه حنا عارفين شنو واقع في الدنيا ما يمكنش. المهم صافي قال لي كوني هانيه غنعطيك، ما عرفتش جا واحد شويه كيقلب رايه. كيفاش تتقلب؟ ما عرفتش انا غير حليت الباب حيت كتخنق من اللي يعني واحد الواد حار ما قلتش كاش داير فين، جا لقى الباب محلول، هو ديما تيقول لي الباب ما تحليش لي باب داري، راجلي كان عنده الضيقه مريض قال لي حلي الباب، حليته غير ما بين صلاه الجمعه ما بين الجمعه، قلت انا ما غاديش نجي هو في هذاك القيس، وقف هو كير دخل الباب بدا يسب شي كلام ما كيسمعش، خرج عنده راجلي قال لي الله يرحمك وادين حليت الباب غير باش نشم البرد، راني تخنقت، قال لي الا بغيتي تشم البرد شري الباب بفلوسك، رغم ان راجلي تا واحد رزقه في ذاك الباب بفلوسك. خرجت انا تبعته برا، دخلنا راجلي دخلوا الناس، دخلت خرجت بعد تنطلب فيه، قال لي شوفي عطيك 15 يوم غنحيد الموضوع وقلبي فين تمشي تشي ولادك داري وراني باغيه. قلت لي ما عندي ما نقول لك حيت صعيت ما نطلب، حيت كل مره كنطلبه هو ماشي من النوع اللي كيتصنع. انا كنتمنى انسى، انا بغيت غير الناس حيت الناس اللي نصبوا عليا راه ما ميتينش حيين، غير يعني اي واحد في السلطه تحرك اكيد غيشدهم، والله حتى عطوني دوك الناس فلوسي راني ما بغيتش والو، بغيت غير فلوس، ما بغيتش نخلص هادشي اللي حكم عليا به السيد، وما بغيتش نزيد مازال نتكرفس في المحكمه حيت مشات لي 3 مليون تما وما عرفت ناخذ حقي. الله يرحم الوالدين اللي يشوف لي شي واحد لوجه الله في المخزن، اللي عطيني حقي بغيت غير في المخزن، والله ما باغاش صدقه من شي حد، بغيت غير حقي في المخزن. الله يرحم لك الوالدين فعلوا خير وما يكونوا خير باذن الله. الله يرحم لك الوالدين اخويا، يرزقك ان شاء الله، ان شاء الله ويكونوا خير باذن الله ان شاء الله اخويا، الله يسهل عليك. وكما قلت لك راه غنشبعوا ان شاء الله هذا الملف. الله يرحم الوالدين، يعني الخميس اللي مورا العيد غيخرج غيدير معايا شي حاجه، يعني ما عنديش باش تحطي 3 مليون في ظرف 15 يوم، تحط 3 مليون ونص هذاك العام حيت كاريبه 15 جاتو 3 مليون ونص، غنحطها في هاد 15 يوم وما عنديش منين نجيبها لي، انا بغيت غير فلوسي، اعطوني فلوسي وديك الساعه تحاسبوا معايا علاش بغيتو،